FM. الكلمة ليك. شوف احنا في 20 مارس وقت الباجي قايد سبسي خرج وتكلم وقت مازالت الحادثة متاع باردو مازالت كسرت دم مازال ما جفش وهو جبد الموضوع هذا اللي احنا ظهرنا غريب يعني البلاد في وضع آخر في حالة نفسية أخرى قلنا لا بعد كنا بعد المجلس الوزاري كنا الحزب أول حزب في 15 جويلي خرج الكوميونيكي متاعه وقال لا ونهار 23 جويلية بعثنا النواب الشعب الكل جواب قلنا لهم اصطفوا إلى جانب الشعب يرحمكم الله لأنه علاش احنا ضد القانون هذا ساعة ثم مبدأ منطلق مش كما قالوا بعض الناس أخلاقي موش أخلاقي هو بتاع قيم هو أكثر من الأخلاق القيم بتاع الجمهورية منا احنا نحبوا جمهورية يعني يكونوا متساوين في الفرص وفي الحظوظ فمتساوين في التقاضي معناها كي واحد يعمل غلطة يجي قدام القاضي يحكم على الناس كل كيف كيف اش معناها الزوالي ولا اللي سرق حاجة صغيرة حتى كان يرجعها يحطوه في الحبس واللي سرق حاجة كبيرة نصالحوها هذا ساعة مبدأ متاع قيم الحاجة الثانية أنا توا اليوم باش نجي نصالح الناس هذوما احنا في عهد بورقيبة رغم اللي بورقيبة راجل نظيف ومعنا معناها على الاقل على المستوى التصرف المادي الشخصي ما فيه ما يتقال لكن ثم ناس كانت تحيط به اللي اثرات وخلت ثروات الاولاد صحيح بشكل غير مشروع وتعداوا من الناس هذوكم من زمن بورقيبه الى زمن بن علي وما حسبهم حد وتو الناس تتعدى من زمن بن علي الى زمن الثوره وما يحسبها حد هل ترى شنو الاشاره اللي باش يحسها تو المواطن التونسي بعد هذا الكل او الاشاره يحسها كما قلنا الأولانية راو كان باش تسرق اسرق حاجة كبيرة خاطر كان تسرق حاجة صغيرة راو باش يحطوك في الحبس أما حاجة كبيرة راو أقصى ما يصير لك أنه يصالحوك والحاجة الثانية راو البلاد هذه تنجم تسرقها قد ما تحب ما يجرى لك حد شيء هذا نحبوا نخرجوه يجي يقولونا والله يسمع هما رجال أعمال والاقتصاد واقف على خطرهم وكان هما نصالحوهم تو يتعاود تحرك الاستثمار الحاجة الأولانية ساعة ثبتوا فيهم شكونهم هما احنا نعرفوا شكون هم اللي معنيين هما اكل اللي خرجت فيهم قبل في عهد بن علي كانت ورقة دور العائلات التي تنهب تونس. هذيك هي العائلات هي بيتها اصحاب النفوذ اللي عملوا النفوذ السياسي والنفوذ الاعلامي اللي موجود اليوم والنفوذ المالي المالي هالناس هذية اذا كان فيها ناس حقيقة مستثمرين راهم استثمروا زمن بن علي وراه ظهر المعاملهم وين معاملهم وين مصنعهم وين الناس اللي تخدم اللي كانوا يخدموا فيهم فماش هذوما ناس كانوا يستغلوا في قربهم السلطه باش يعملوا حركات باش يعملوا تبزنيسات يعبيوا بها الفلوس ليس الا الناس هذوما اذا كانوا هما مستثمرين شو اللي منحهم اليوم باش يستثمروا يقول لك ما عندهمش باسبورات عندهم باسبورات جماعه قاعده تحوس اذا كان انت كمستثمر تشوف اللي ثم فرصه حاجه اللي باش تنجم تقدها شو اللي منعك باش تحط فلوسك فيها ومن بعد خلي القضاء ياخذ مجراه ثم مستثمر يرى اوكازيون اوبورتونيتي واخر التالي فالحكايه هذه كلها مغلوطه في الاصل ثم احنا مشينا في الاخر بالكل احنا ما قلنا لا وبعثنا النواب الشعب وقلنا لهم بارك الله فيهم نواب الشعب هكا توا بعد لا محاله بعد 15 يوم لكن كمان يحسب لهم هذايا انهم توا هاكم خذوا بالمقترح نتاعنا وتكونت توا حركه في نواب الشعب انهم اخذوا نفس الموقف لان احنا قلنا ضد المصالحة وانا راه باش نعملوا لمدو بيتيسيون في 10000 امضاء وهذا ايش قاعدين نعملوا فيه توا وهما كيف النواب قولوا لهم مش لازم تلمدوا البيتيسيون انا قاعدين نخدموا فيها اما بارك الله فيكم اللي مشيتوا في نفس التمشي لكن الموضوع اللي اكثر من هكا احنا قلنا يا سيدي انت تحب المصالحة يا رئيس الدولة ورغم انك تلتف على هيئة دستورية لكن ما يسالش انت تفضل هذا رايك رئيس دولة تفضل محترم تفضل احنا راينا لا راهو قيم واللي حكيتهم لك تمنع يا سيدي هاو نحتكموا الى الشعب انت ما عندنا شعب انت دعيت حتى الاستفتاء معناها يعني نمشيو له الاستفتاء الشعب اما خير هذه خاطر الموضوع هذا مش موضوع نتاع طرف فلوس ونتاع كاسة الدولة باش تدخل فيها بعض ملياردوات هذا موضوع نتاع قيم نتاع مجتمع كامل تلمه اذا كان تونسي يقولوا لا احنا مع المصالحة فهمت ومع مقترح رئيس دولة على الاقل ما نفرقوش التوانسة ومبروك على التوانسة كانوا ما قالوا لا ناخذوا براي التوانسة
اف ام الكلمه ليك.